عد العراق نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس مخالفة صارخة للقرارات الدولية ومسار السلام، ونوه إلى أن إجراءات العنف التي تستخدمها قوات الكيان الصهيوني ضد المدنيين تعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان صحفي أن ما يجري اليوم من نقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس العربية والإصرار على عد هذه المدينة العربية عاصمة للكيان الصهيوني هو أمر مرفوض ومثير لغضب مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في جميع أرجاء العالم، ويعد مخالفة صارخة للقرارات الدولية ومسار السلام. وأضاف في وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع شقائنا الفلسطينيين فإننا نعبر عن رفضنا القاطع لهذا الإجراء ونحذر من عواقب هذه الخطوات لما ستسببه من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة وأثر سلبي على الصعيدين السياسي والأمني.